السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف كدير البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. الله يخطيكم عليا والله يحفظكم كلكم يا ربي. كلكم وصلوني الدعوات ديالكم اللي خرجتوهم من القلب، كل وحده كتدعي معايا بالدعوات زوينين. الله يسهل عليكم حتى نتوما والله ييسر امركم، كل وحده كتمنى شي حاجه توصل لها. اليوم ان شاء الله البنات، كما قلت لكم راه البياسات اللي عندي راه شي حاجه قليله، ولكن انا محتاجه الفيديوهات، فاي حاجه طاحت في عندي واخا تكون ديجا خدمتها غادي نعاودها معكم ان شاء الله. حيت اصلا كاين شي بياسات اللي خدمتهم عامين هذه وما كاين ما شافوهمش الناس بزاف. اللهم نعاود، واخا نعاودهم معكم، من هاد تستافدوا نتوما ونستافد حتى انا. يعني ماشي نكذب عليكم، حتى انا بغيت نستافد هاد الايامات من الفيديوهات. واللي اول مره غتصادف مع القناه كنتمنى ما تبخلش عليا بالاشتراك ديالها ولايك الفيديو وتفرجوا من الاول حتى الاخر، وتعليق اللي كان تعليق صغاور يكون يعني اللي كان، واخا غير قليبات واخا غير اللي كان، ضروري التعاليق البنات، حيت حتى هما كيزيدوا يخليو الفيديو يطلع للناس كثر. نبداو على بركه الله. هنا البنات انا غادي نخدم، غادي نفصل هذا الملحف. الملحف راه المغربيات راه عارفينه، واللي ما عارفينش الملحف بالنسبه للبنات اللي ماشي مغربيات، الملحف كنقولوا لي حنا ملحف هذوك اللي كيتلحفوا به الصحراويات، كيكون توب كبير وكيتلحفوا به، كتكون فيه 4 متر وشي على حساب كل واحد وشحال فيه، 4 متر و20، 4 متر و25 على حساب. المهم هذا كيجي كيبيعوه دابا كيتشركوا فيه بحال كجوج، لكن المهم كيخرج جوج بيجامات اللي كيخرج. انا دابا غادي نفصل جوج الكاندورات للسيده، وفي الفيديو اللي من وراه غادي نخيط معكم كل وحده بحدها، حيت كل وحده والموديل ديالها كيفاش داير. نبداو على بركه الله. هنا الثوب رانا ديجا مرقداه مصب، يعني مرقداه في الماء وناشره عاد كنخدمو. كنحل الثوب ديالي، انا كنفضل نخدم بالملحف كامل، يكون الثوب كامل باش يخرج ليا جوج بيجامات مشروكات. جوج بيجامات زعما وافيات، الا بغيت ندير لكم الا بغيت ندير، اما الا كاين اللي كيقسموه هذا كيجيبوه كيشدوا الثوب يقسموه على جوج، وكل وحده كتجيب النص ديالها. الا كانت المراه غليظه بزاف ما كيقدر ما يجيهاش. المهم انا كنفضل يجيبوا لي مجموع حسن. هنا ها هو الثوب راه مطبيع على جوج ياك، كنعبر 42. الا كنتو غتفصلوا العيال اللي صغلاضات 42، كانت المولاتهم عاد عافات 45 راه مزيان راه تخرجهم. هنا الثوب ديالي دابا مطوي على جوج، هو كبير ومطوي على جوج. من هنايا كنجي ديما البلاصه هنايا، البلاصه اللي محلوله بس تقطع يعني تنقص، ونعبر 42 سنتيم. بعدا هذه ضعيفه غندير لها 45 سنتيم، يعني الثوب كافيني بحال هكا 45 سنتيم. وهاد 45 سنتيم كنطويها. طيب بحال هكا، وديما كنسوسو الثوب بحال هكا، كنسوسوه ونحطو علينا بحال هكا على يعني كنحب بحال كنتكي عليا بحال هكا على رجلي وداكشي باش يبقى مزيان. كيف ما جا كنخليوه صافي، كنهزو عاوتاني من هنا البنات، كنجي للبلاصة هادي اللي مسدودة ونحط الثوب ديالي. نزيد عندي هادي هنا كما شفتو البنات، من بعد ما طويت الثوب ديالي ها هو وصليت لهنا، والشيط كله لهيه. كنجي من هنا نبدا المقاسات ديالي، وديما المقاسات راه ديما نفس العبارات اللي كندير راه كنديرهم، ماشي عبارة نفس الطريقه، اي يعني طريقتي هي هذه. كندير مثلا عندي 20 دابا في الكتف، 40 النص ديالها هي 20، غادي نحط 20 هنا تيفضل. نجي هنا للخر ديال الثوب ونحط 20 زائد سنتيم ديال الخياطه تراسيه بحال هكا، ندير 7 سنتيم ديال العنق، نهبط هنا بجوج سنتيم، ندير دوره العنق، نجي هنا غنهبط ب 3 سنتيم ونهبط التراسيه ديالي بحال هكا. غنجي لهاد البلاصه هادي يعني ماشي من الفوق، من هنا وغنهبط بنفس العبار ديال الكتف 20 سنتيم.
من وراها غندور عليها ناخذ عبارة الصدر اللي عندي 28 سنتيم زائد سنتيم ونصف ديال الخياط. بالنسبه للتركيز غديروا خط بحال ما هكا، غطلعوا من هنا لهنا 3 سنتيم. ما عرفتش دابا المهم هذا البنات حيت ملون، انا ديجا وريتكم هذه الطريقه ديال التركيز. غنجيها ب 14 سنتيم. وبالنسبه لهذه البنات راه المراه مولاتها حامله، انا غادي نحاول نطلق لها الكرش، نزيد لها العبار في الكرش، فجيت ليهمش غنزيد لها العبار كثار من اللي عندها. عندي 27 سنتيم، وصلت راسي ديالي هكا، غنهبط ب 28 سنتيم وغندير لها في العبار لتحت غندير لها 34 سنتيم. حاول غندير لها 27 حيت هي بغاتها ايفازي وبغاتها متلوقه من جهه الكرش. نجي هنا غادي نعرض لها جهه الكرش، صافي نخرج من جهه الكرش، نخرج الايفازي ديالي لتحت سنتيم. البنات يعني غنجيب سنتيم ديالي بحال ما هكا من على الصدر، غندوزو على الحوض ونهبطو لتحت. صافي من بعد البنات غادي ندخل اللي عندها متر و30. ديما ملي كيكون عندنا العبار وافر كنزيدو عبارة تكفيفة كتير، ما كانش عندنا كاع القين الطول هو هذا، كنديرو غير السورجي وكنديرو كفافة صغيرة. صافي دابا غادي نقطع، صافي من بعد ملي كنقطع البيجامه ديالي بحال هكا، هاد القضيف ديال اللي كندير هنايا كنحط يدي في الصدر وكنمشي للجناب بحال هكا. هاد الملاحف كلهم كندير لهم بحال هكا، كنجي الملاح هنا للجنب وناخذ كل جوج مع بعضياتهم كنتيريهم، جوج تحتانيين وجوج فوقانيين، حيت البنات هاد الملاحف كيديرو الجناب بزاف، كيديرو هادوك الجناب من بعد منك تخيطي يوم كتلبسهم شي وحده كتقدر دير الجناب ولا وحده ولا وحده كتولي جنب طول من جنب. فهاد العمليه البنات اللي كندير كتخلي الجناب ما كيبقاوش. بحال هكا كيف ما شفتو هانتوما، وكيبقى كيقدر يطوال ليكم واحد على واحد. شفتو البنات هنا راه طوال لي هاد الثوب، هانت هاد فين واصل، هذا فين واصل لتحتاني واصل في بلاصه، يعني هنا غنخليهم مزيان يكونوا هكاك باش كل واحد اللي غيشد شي قنت كيشدها. وهنا راه ولا طول من هنا، شتوه ولا طول من هنا. انا ملي غنبدا نقطع غنقطع من هنا، تما غادا نقطع على حساب التراسي اللي درت، نوصل الوسط هنا الوسط، وكنتما غادا وكنطلع ندور بحال اللي كندور هنا 3 سنتيم زايده. البنات شوفوا اللي خرج ليا هنا شويه وهنا بزاف، هذا البنات راه عيب كيكون كيرجع من بعد. صافي هذه يعني البيجامه الاولى. الطريقه باش غناخذ البيجامه الثانيه، كنجيب الثوب عندي هنا، نجيب الثوب هاد البلاصه حيت الجهه ملي كتخرجوا الصدر، شي دابا كنت درت الصدر من هنا والكسدر لتحت، دابا البنات غتجيني اجي العكس حيت دابا ملي قطيت بلاصه كتجي الثوب في الثوب. هانتوما البنات الثوب كيفاش كيشيط، كيجي بحال هكا البلاصه طويله، شوف المواصله شو كيفاش كيشيط. هاد البلاصه فيها الطول هنا، هاد البلاصه قصيره، دابا ملي غنطوي عاوتاني واحد 42 سنتيم، غنطويها من هنا لهاد البلاصه. ملي كنطوي كنضربو على هنا هاد البلاصه هادي جهه الحوض، يعني جهه الحوض شحال كي على حساب العبار اللي عندنا.
شفت حيت البلاصه كتبقى ضعيفه هنايا، ما تديوش على هاد البلاصه. هاد البلاصه انا زادت راه بزاف الطول مشات ليا، ولكن هنا خاصني نشوف هنا يكون عندي العبار ديال الحوض، العبار اللي غيفاني الحوض، حيت يقدر تكون طويله الثوب يجيكم ناقص. زيدوا هاد البلاصه هادي ديال الحوض، وما نعرفي النهجه ديال النهجه ماشي هادي عاديه ديال الحمل، راه نبقى نهج. دابا البنات قبيله البيجامه الاولى فصلت الكتف ديالها من هنا وجات الجلال ديالها لتحت. دابا مع هاد البلاصه هي اللي صغيره غادي نجي غنفصل هنا، يعني الكتف غادي يكون من هنا والجلال غادي يكون لتحت. كيف ما كتشوفوا ها هو الثوب شايط ليا هنا، هذا هو اللي غيخرج ليا الكمام اللي هم بجوج، البيجامه الاولى والبيجامه الثانيه. بنفس الطريقه غادي نخدم، غادي نجيب دابا من هنا وغادي ندير الكتف ديالي، غادي نطراسي طراسي ديالي. دابا البنات انا فصلت يعني الكزده الثانيه، يعني البيجامه الثانيه فصلتها بنفس الطريقه البنات، فصلت كيف فصلت الاولى فصلت الثانيه. البنات انا ما ركزتش لكم على العبارات، ولكن ركزت لكم قال كيف كل وحده كيفاش كان كيفاش نخرجها. ودابا من بعد غادي نوريكم دابا الكمين كيفاش غادي نفصلو. كما شفتوا البنات هاد الثوب فيه الزواقه، انا كاع ما رديت البال من الاول انه فيه الزواقه، ولكن دابا خاصني نفكر كيفاش غادي نفصل الكمايم باش كل جوج كمايم يجيو بحال بعضياتهم، يعني يا اما وحدين تجي فيهم هاد الزواقه وحدين تقدر تجي فيهم هاد السامبل. شوف البنات ملي كيشد لكم هاد الطرف في الجنب، هاد الطرف اللي كيشد لكم في الجنب، يعني كل ما كان الا كان الثوب فيه زواقته كامله واحده يعني غتلعبوا به كيف ما بغيتوا. غادي تقدروا تطوا هاد البلاصه اللي كتشيط عريضه، نتوما ديما بازيو على 42 سنتيم اللي تعبوا اللي طويو 42 سنتيم باش كيشد لكم العرض هنايا. كطويو بهاد البلاصه هي الاولى بحال ما كاين، يعني كديروا هذا وكتفصلوا هنايا راكم ياك، كتفصلوها وكم حتى لحد هنا وكتجيو عاوتاني لهاد الجهه هذه، وتا هي كطويو بحال ما هكا. يعني كل وحده كيفاش كطوى، هذا كطويو واحد كطويوه من هنا لهنا كتخرجوا لكم ديالكم، وهذا وهذا عاوتاني كطويوه من يعني كتجيبوا هاد البلاصه هذه كتجيبوها لهنا كتخرجوا بحال هكا، وكتخرجوا لكم ديالكم الاخر يعني كتخرجوا بحال هكا كتخرجوا لكم ديالكم. دابا انا ملي جاتني الزواقه خاصني عاوتاني نشوف نفكر، راه ماشي غير صافي كنقول شوف الزواقه وما نخدموش عقلنا، خاصنا نفكروا على الحلول اللي كيفاش غادي يخرجينا بالزواقه باش تكون. دابا انا غادي غادي نطويه، طويته كيف ما شفتوا بحال هكا كله، وغادي نحاول نخرجكم من هنا من هاد الزواقه والكمايم الاخرين من هنا، يعني كل بيجامه نخرج لها الكمايم اللي غادي يكونوا جوج مع بعضياتهم فحال فحال. هنا غادي نجي هاد البلاصه ومن حسن الحظ البنات انا هاد الموديل اللي غادي ندير هو اصلا واحد فيه خاصو يكون محلول ليا من هنا، يعني غتكون قد كان محلول قد كان مزود خاصو غيجي فيه الدونتيل هنا. خاصني البنات نقلب لكم، خاصني نقلب لكم على الوجه باش يبان لكم طراسي. دابا ملي عاودت قلبت لكم قلبت الثوب على الظهر ديالو، هنا راه عندي هذا محلول الشو، عندي هذا قصير وهذا التحتاني طويل، يعني خاصني نقطع هذا التحتاني على قياس هذا الفوقاني باش يجيني الكويم قد قد. دابا هنا غنبدا المقاسات ديالي غيجي لكم بحال هكا هنا وهنا، يعني البلاصه هاد المحلوله هادي هي اللي غادي تجي فهاد التلاقيه هنا فهاد البلاصه هادي. غنجي لهنا نبعد وغادي ننزل ب 10 سنتيم، كندير خط بحال هكا طويل 10 سنتيم، هاد 10 سنتيم هو اللي غادي ناخذ عليه العبار ديال التركيز. بالنسبه لواحد الاخت كانت سولتني قالت لي واش التركيز واش ديك 28 ديما كديرها في التركيز؟ لا ماشي 28 كنديرها في التركيز، هذيك 28 ديما انا خاصني كنكون شاده العبار على السيده، وكنت حطيت واحد الفيديو ديال كيفاش كنشد المقاسات،
يعني كل سيده كنحس كنشد ليها العبار ديال التركيز ديالها، وهذاك العبار ديال التركيز ديالها هو اللي انا كنديرو هنايا. والتركيز كيفاش كنعبرو؟ يعني كنعبر من هاد النقطه هادي، هاد العظم اللي كنشدو به العبار ديال الكتف هنا، كندور التركيز بحال هكا وكندورو، وكيجي هنا يعني كيجي ما بين بحال هكا، يعني كيجي هكا على هاد الشكل وكندورو، ويكون هنا ملي كنوصل سنتيم كيكون مقاد مع الحلمه ديال التدي، فهمتوا البنات؟ يعني وكيكون هنا كنوصل الوسط هنا بحال هكا، وكنشد العبار ديالي كنعرف كل وحده شحال فيها. بحال دابا انا عندي 27 28 التركيز ديالي هو 27 28، يعني اي بنيه ولا صغيره ولا كبيره داكشي، كاين اللي كتكون عندها 32، كاين 30، كاين 29، يعني هاد العبار اللي كنحط انا هنا ديال التركيز راه هو كنكون شاده، فهمتوني البنات؟ يعني ماشي كنحطو من راسي، كنكون شاده على كل وحده. صافي دابا هنا عندي 28 في التركيز، عفوا عندي 26 في التركيز، عندي 26 في هذا في التركيز. صافي كنت راسي التركيز ديالي هنا بالنسبه للتركيز، راه عرفت في هاد التوب، في هاد التوب ما تبانش لكم طراسين مزيان. المهم اللي ما فهمتش وبغاتني نعاود لها هاد الكم الا بغاتو ونعاودو لها في شي ورقه كيفاش فصلتو، قولوها لي في التعليق ونعاودو في ورقه احسن. هنايا راه الكم يعني عادي، هنا راه عادي التركيز عادي بحال ما هكايا. النصف ديالها هنا كنطلعو بسنتيم ونصف وندخلو بسنتيم ونصف، كنجي لهاد البلاصه هنا ديال الدراع كنحط عبار ديال الدراع اللي كنكون شاده حتى هو على كل وحده، كنشد على عبار ديال الدراع ديالها. غير هو مني دابا انا عندي الطلاقيه خاصني ضروري نخلي العبار ديال الخياطه هنا واحد سنتيم، كنخلي عبار الخياطه هنا وكنخلي عبار ديال الخياطه من ليه. عندي 17 سنتيم في التركيز، يمين كنديرو عبارات الخياطه ديالي، وعندي تحت هنا بلاصه الدراع عندي فيها 15 سنتيم بحال ما هكا البنات. صافي هذا هو الكم ديالنا بحال ما هكا. غنجي لهنا غندير فيها واحد الدور، الدوره غنطلع فيها تقريبا غير 7 سنتيم حيت الكم جاني قصير، غنطلع 7 سنتيم بحال ما هكا. غنجيب الدوره من هنا وغنطلع 7 سنتيم دائري بشكل دائري، جبت من هنا كنتما غادي كندور بحال ما هكا البنات. شو جات هنا الكم هنا ديالنا جا بشكل دائري. صافي هنايا ملي كملت هاد الكم هذا بحال ما هكا، غادي ناخد التوب اللي بقى عندي هنايا كيف ما كتشوفوا حتى هو مطوي. انا خديت الكم من هنا وبقى عندي هاد التوب مطوي على جوج تاهو. هنا كنجي لهاد التوب هذا على عبر بعدا شحال فيه، انا بغيت الكم يكون عندي فيه 30 سنتيم، 30 سنتيم كنخليو بلاصه الخياط تكفيفه صغيره وكنشوف هاي عندي 30 سنتيم باقي عندي شويه زيت تاع التوب. البنات انا هاد البنت قالت لي بغات لكم واحد فيه هذيك الملاقيه اللي درت هنا، وواحد يكون فيه لاستيك اللي كيكون بحال ما هكا. الا بغيتو البنات ديروا لاستيك في الكمام اللي كيكونوا يعني لاستيك طالع بحال ما هكا، فضروري كديروا العبار ديالكم اللي نتوما بغيتو. بحال مثلا بغات لكم حتى لحد هنا كتديروا العبار ديالكم حد هنا، ولكن نتوما ملي غتبغوا تفصلوا خاصكم تزيدوا الزيادات 20 سنتيم ولا 30 سنتيم على حساب، يعني تقدروا تفصلوا نتوما الكم ديالكم حد هنا على العبار هنا، عاد ملي كديروا عاد ملي لاستيك هو اللي كتقطعوا على العبار اللي بغيتو. مثلا لاستيك كتقطعوا العبار غير لحد هنايا باش هادشي الزايد ديال الثوب اللي زدنا هو اللي كيتجمع لينا وكيدير لينا البليات تكناش. دابا انا عندي 30 هاي وصل لي غير هنايا، وعندي الثوب زايد عندي هنا زايده واحد 15 سنتيم، يعني حتى هي مزيانه بالنسبه للثوب راه شويه ناقص ولكن ماشي مشكل، هذا الشيء راه غادي نزيدو. انا ما غاديش نبدا نفصل من هنا، يعني غنستغل هاد البلاصه حيت الا بغيت نفصل من هنا خاصني نقطع هاد البلاصه بحال هكا. الا بغيت نستغل نزيد شويه العبار من هنا غادي ندير التقويره ديالي من هنا باش تجيني هاد البلاصه هادي، شوف هاد القطعه هادي هي تدخل ليا ما نضيعش الثوب.
البنات يعني في الفصاله خاصكم ماشي غير راه كيجيكم نتوما بحال هكا كتقدروا خاصكم تخدموا العقل ديالكم ماشي غير تجيو تفصلوا. شوف البنات يعني دابا هنا ما نفصلش انا من هنا، راه نفصل من هنا هاد البلاصه راه غتزادني تقريبا 2 سنتيم يعني غادي الدخله ديال الدخله التركيز ديالي هاد الدور هادي اللي هنا غتجيني مع هاد الدخله هاد البلاصه التقطاع اللي ناقص، والثقبه ديال التركيز ديالي هي هادي بحال ما هكا غتجي هنايا. يعني كنبغي نفصلو ديما كنمشيو نبعدو هنا ونزلو 10 سنتيم ديالنا ندير الخط ونديرو التراسية ديال 26 سنتيم هادي فين جات صافي. كنجيبو التركيز ديالنا يعني ندخلو هنا بسنتيم ونصف ونخرجو هنا بسنتيم ونصف. يعني ملي كتحفظو البنات العبارات راه مكتبقاوش كديرو ديك الخط هكا وتقسمو وديرو صافي عبارة باين، كتقدري عا بالمقص كتشدي ديري التقويرة ديالك. غادي نزل هنا بواحد 10 سنتيم وندير عبار ديال الدراع صافي. كنوصل التراسي ديالي لهنا وكنجي عاوتاني هنا البلاصه ندير فيها العبار اللي بغيت ديال هاد البلاصه هادي فين بغيت 15 سنتيم. كتكون انا ديما كنكون كما قلت لكم كنكون شاده العبار على اللي غنفصل عليه. نوصل التراسي ديالنا ماشي البنات، انا فصلت دابا الكمين الاولين هما هادو والكمين الثانيين هما هادو. انا كنبدا بالنسبه هنا غادي نفصل كل الدبلوات ديالهم بجوجهم ديال الظهر. نتوما شدوا الظهر وحطوه الا مكنتوش، حيت دابا حنا حفظنا التقويره ديال الظهر. نتوما حطوا الظهر ولا عاودوا ديروا المقاسات وتراسيو عليهم. ها هي الدوبلور ديال كل بياسه بحدها كنحطهم بحال هكا. نجي دابا الضوفه ديالي صافي. هنا غادي نجي 12 سنتيم كما العاده 12 سنتيم وغنجي لهاد البلاصه هنايا غندير 9 سنتيم. ندي الخط ديالي بحال هكا ونوصل هاد التراسيه لهاد القنت هذا. هنا كاينه 7 سنتيم في دورة العنق، هنا درت 9 سنتيم حيت لاسيك غادي يعاود يجمع عليا شويه. الامام بالنسبه للفصاله ديالهم في الامام بجوجهم بحال بحال نفس سميتو، وحده غندير فيها لاستيك وبابيو وحده غندير فيها لاستيك وفوق منها الدونتيل. المهم تتشوفوا في الخياطه كيفاش غادي كيفاش غادي نخدم. هنا غنمشي ناخذ عاوتاني شي قطعه بحال هكا حاول كنحاول نفصلهم بجوج مع بعضياتهم. نتوما نحاول نشد هاد الضوف هاد الامام ديالي ونحطو بحال ما هكا. كنفصل عليه هنا، راه غنفصل الدوبلات بجوج ديال البيجامات بجوج. ديما تي كنحيدو البياسه ديالنا بحال ما هكا عاد كنقطعو التقويره ديال البنات. يعني هاد الدوره هادي ماشي ضروري تكون عبار محدد ولا هذا، يعني صافي ملي كدير التقويره ديالكم كتقطعوا. هنا السورجي ملي كنضرب السورجي كيقاد لي كلشي. ناخذ كل بياسه نديرها مع بعضياتها بحال هكا. كنعزل كل ديال البيجامه كنحزلهم بحال صافي البنات. يعني هاد البيجامه الاخرى غادي نجمع ديال هذه اللي فصلتها، والاخرى حتى هي هاد البيجامه الاخرى غنديرها بنفس العبار ديال الكول نفس يعني نفس الكول غندير فيه. يعني في الخدمه البنات كما قلت لكم غادي يكون كل كول مختلف في الخدمه ديالو.
كنجمعوا البياسه ديالنا بحال هكا كل وحده الكميم ديالها وسميتو ديالها يعني الدوبلوات ديالها، وناخذ الخيط بحال هكا باش تعرفوا كيفاش كنخدموا وصافي. نجمعها مع بعضياتها بحال هكا وكنحطهم. حتى هذه تاهي غادي نفصل ليها الكول ديالها وغادي نجمعها مع الكميم ديالها، ومن بعد كنسوجيهم على كندوز نخيطهم. المهم الفيديو ديال اليوم راه سهله، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. وما تنساوش لايك اللي ما درتوش الاول، غنفكركم في الثاني. ما تنساوش لايك للقناه الفيديو، واللي مازال ما اشتركش ما يبخلش عليا بالاشتراك ديالو، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. هنا نقول لكم بالسلامه عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله ديال الخياطه. السلام عليكم.